يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يكفر الإنسان عن يمينه حينما يحلف على شيء أنه لن يفعله؟ هل عندما يريد أن يفعل ذاك الشيء أم بعد الفعل؟ يصلح هذا وهذا، يصلح أن يكفر قبل الحنف وأن يكفر بعده، يصلح هذا وهذا، لأنه ورد في الحديث رواية أنه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هذا يدل على أنه يكفر بعد الحنف. والرواية الثانية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فدل على أن الأمر واسع في هذا. الحمد لله. نعم.